السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، شخباركم؟ كل شي بخير، نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم خوكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدارج. ما تنسوش إخواني ضغطوا على زر إعجاب باش الفيديو يطلع ويحقق نتائج إيجابية. بيشع عاش المغرب، لا عاش من خان، ولا غالب إلا الله، والصحراء مغربية رغم كيد الحاقدين. نمر إلى أبرز العناوين. البقة الفرنسي يصل إلى المملكة المغربية والسلطات تتدخل وبكل قوة. سعيا منها لمنافسة معبر القرقرات، الجزائر تعلن عن موعد استلام المعبر الحدودي مع موريتانيا، وهذا ما ستصدره الجزائر للموريتانيين. اكتشاف مخزون كبير جدا من الغاز بمنطقة مغربية. هدية قيمة من بايدن إلى المملكة المغربية قيمتها ملايين الدولارات. وزير أول سابق للجزائر يعري نظام تبون، بلدي لا تنتج شيئاً. بعد الهزائم القاسية التي تلقتها من المملكة المغربية، الجزائر تطرد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم خيس من رئاسة البوليساريو وتعين هذا الشخص. شنقريحة يضع صواريخ على الحدود المغربية الجزائرية ويهدد بقصف الدار البيضاء والرباط. بعد رفض جلالة الملك محمد السادس استقبال السفيرة الفرنسية، المملكة المغربية توجه ضربة قوية أخرى لفرنسا، هذه تفاصيلها. مرحبا بكم إخواني الكرام من جديد. استنفرت سلطات ميناء طنجة المتوسطة أمس الاثنين أجهزتها بعد رصد حشرة البق في باخرة قادمة من مدينة مارسيليا الفرنسية. وحسب مصادر مطلعة فإن السلطات المينائية اكتشفت وجود حشرات البق بباخرة قادمة من ميناء مارسيليا بفرنسا، حيث شرعت عناصر من وزارة الصحة بذات الميناء بعملية تعقيم كبيرة لأمتعة المسافرين قبل دخولهم إلى المملكة المغربية. أدوا اجتاحت حشرة البق خلال الأيام القليلة الماضية كافة وسائل النقل في العاصمة الفرنسية باريس وبعض المحلات التجارية وعددا من الفنادق والقاعات السينمائية، فيما تسابق السلطات الفرنسية الزمن من أجل الحد من انتشار هذه الحشرة المضرة، خصوصا وأنها على أبواب تنظيم الألعاب الأولمبية باريس 2024. وكشفت صحيفة لو باريزيان عن وجود حشرة البق في القطار فائق السرعة التي جي في الذي يربط بين العاصمة الفرنسية باريس ومدينة مارسيل، وذلك وفق ما وثقه أحد الركاب خلال مقطع فيديو. ومن أجل الحد من انتشار هذه الحشرة الصغيرة المضرة، تعهدت الحكومة الفرنسية باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للمطمئنة وحماية المواطنين، حيث قال وزير النقل الفرنسي كليمونت بون الجمعة الماضي إنه سيجتمع مع مشغلي النقل الأسبوع المقبل لاتخاذ المزيد من الإجراءات لطمأنة وحماية الجمهور من الزيادة المبلغ عنها في أعداد الحشرة الماصة للدماء. من جهته وصف نائب عمدة باريس إيمانويل جيرجوار في حديثه لمحطة تلفزيونية الفرنسية إل سي أي الظاهرة بأنها واسعة النطاق، حيث قال عليك أن تفهم أنه في الواقع لا يوجد أحد في مأمن، ومن الواضح أن هناك عوامل خطيرة، ولكن في الواقع يمكن التقاط بق الفراش في أي مكان وإعادته إلى المنزل. وفي الوقت الذي أعلنت فيه العاصمة باريس عن ارتفاع واسع النطاق في إعداد بق الفراش والذي يعتبر من بين الحشرات الطفيلية الماصة للدماء، قال الخبير في الهيئة الوطنية للصحة والصرف الصحي في فرنسا أن المشكلة ظاهرة ناشئة في فرنسا وفي كل مكان في العالم تقريبا حسب كذبها. البق هو حشرة صغيرة لا تتجاوز 7 مليمترات، إلا أن مشاكلها أكبر منها وباتت تشكل مصدر قلق لكافة أفراد الأسر القاطنة في باريس والتي تعاني صعوبات جمة في التصدي لغزوها لمنازلها، كما أصبحت مصدر قلق أيضا بالنسبة لبلديات المدن الفرنسية بسبب سرعة انتشاره وتوسعها في بعض المرافق العامة.
ويعتبر بقى الفراشة حشرة صغيرة بدون أجنحة ذات لون بني مائل للأحمر، يتراوح حجمها ما بين 4 و7 مليم. تمتص دم الإنسان وتسبب لها حكة شديدة يمكن أن تتفاقم إلى تهيج جلدي لدى بعض الأشخاص، حيث تتغذى على الدم فقط ويجب أن تتناول وجبات دم منتظمة للبقاء على قيد الحياة. ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن والي ولاية تندوف الجزائرية مصطفى دحو صرح أنه قد تم تحديد نهاية شهر أكتوبر الجارية كآخر أجل لاستلام المعبرين الحدوديين الموريتاني والجزائرية. وقال المسؤول الجزائري في تصريح أعقب زيارته للنقطة الكيلومترية 75 التي تربط تندوف بالحدود الموريتاني أن مشروع إنجاز المعبرين الحدوديين ثابتين بهذه المنطقة حدد لهما تاريخ نهاية شهر أكتوبر المقبل كآخر أجل لإتمام جميع الأشغال المتعلقة بالمعبرين. وأشار ذات المصدر إلى أن نسبة الأشغال المتعلقة بإنجاز الشطر الجزائري من هذا المشروع قد تجاوز 98%، فيما قاربة النسبة بخصوص إنجاز الشطر الموريتاني 97%. يشار إلى أن الجزائر وموريتانيا دشنتا في غش 2018 المعبر الحدودي الذي يطلق عليه اسم تندوف شوما، والذي يعتبر الأول بين البلدين منذ استقلالهما عن الاستعمار الفرنسي، ويربط المعبر بين ولاية تندوف الواقعة جنوب غرب الجزائر بين قوسين بالأراضي المغربية المحتلة وولاية الزويرات شمال شرق موريتانيا. وتراهن الجزائر على هذا المعبر لتكثيف تعاونها السياسي والاقتصادي مع موريتانيا بتسهيل تنقل الأشخاص بينهما وتعزيز المبادلات التجارية وعبور وسائل النقل، وأن يتحول المعبر الجديد إلى معبر بديل للمعبر الحدودي القرقرات، والذي يربط المملكة المغربية بجارتها الجنوبية موريتانيا وبعمقها الإفريقية. أما بخصوص رأيي في الموضوع، أتساءل بربكم ما الذي ستصدره الجزائر إلى موريتانيا وشعبها يعيش حالة الطوابير؟ إنها جعجعة بدون طحين. وهنا أطرح سؤال عليكم إخواني الكرام وأجيبوني في التعليقات، ما الذي ستصدره الجزائر لموريتانيا؟ أعلنت شركة أزديكس إنيرجي المتخصصة في التنقيب عن المحروقات عن اكتشاف مخزون كبير جدا من الغاز بحوض الغرب، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير كبير على إمكانية إنتاج الطاقة ووقع هائل على التنمية الاقتصادية في المنطقة. وخلال اختبارات الحفرة التي أجرتها الشركة البريطانية تبين أن بئر قصيري 21 الواقع بحوض الغرب مصدر واعد للغاز. وقال بيان للشركة إن هذا الاكتشاف يعد مشجعا بشكل خاص للشركة، والتي استثمرت في اكتشاف هذه المنطقة نظرا لإمكانياتها الهيدروكربورية القوية. وعلى الرغم من أنه لم يتم الكشف بعد عن كمية دقيقة للغاز المستكشف في بئر قصيري 21، إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى أنه يمثل مخزونا كبيرا جدا، ويمكن أن يساعد هذا الاكتشاف في تعزيز استقلال المملكة المغربية في مجال الطاقة من خلال تقليل اعتمادها على واردات الغاز. من المنتظر أن يستلم المغرب قريبا مدرعات برادلي الشهيرة والتي ترافق دبابات أبرامز التي تمتلكها المملكة المغربية، ضمن صفقة إرسال 500 آلية عسكرية مجانا إلى المملكة المغربية التي تدخل في إطار برنامج المواد الدفاعية الزائدة أو ما يطلق عليه اختصارا إيدا. ويهدف برنامج المواد الدفاعية الزائدة التابع لوزارة الدفاع الأمريكي إلى توفير المعدات العسكرية الزائدة للحكومات والشركات الأجنبية المؤهلة، وتشمل هذه المعدات العسكرية الزائدة الأسلحة النارية والمركبات العسكرية والطائرات والسفن والمعدات الإلكترونية والتقنية العسكرية الأخرى. ومدرعات برادلي هي سلسلة من المركبات المدرعة العسكرية المستخدمة بواسطة القوات المسلحة الأمريكية، والتي تم تطويرها في الأصل كمركبة قتالية للمشاة لنقل الجنود وتوفير الدعم الناري.
وتتميز مركبة برادلي بقدراتها على تحمل الأجواء القتالية القاسية وتوفير حماية فاعلة للطاقم والقوة المشاة على متنها، حيث تعتبر واحدة من الأنظمة المدرعة الرئيسية للولايات المتحدة الأمريكية وتستخدم في مجموعة واسعة من المهام العسكرية. وتتوفر مدرعات برادلي بعدة تكوينات مختلفة، وتشمل مركبة برادلي القتالية التي تستخدم لنقل الجنود المشاة وتقديم الدعم الناري لهم، حيث تحمل مدفعا عيار 25 ملم وصواريخ موجهة ومدفعا ثانويا عيار 7.62 ملم. كما تستخدم مركبة برادلي لدعم القوة الهندسية في المهام المختلفة مثل تطهير الألغام وإصلاح الطرق وبناء الحواجز، إلى جانب مركبة برادلي المراقبة التي تستخدم لدعم فرق القصف والمدفعية في رصد وتوجيه النيران وتنسيق الهجمات النارية. وتعتبر مدرعات برادلي جزءا أساسيا من قدرات القوة البرية الأمريكية، وقد تم تحسينها وتطويرها على مر السنوات. أدلى الوزير الأول السابق للجزائر سنوات التسعينيات سيد أحمد غزالي بتصريحات خطيرة وانتقادات قوية ولادعة للدولة الجزائرية وسياستها الفاشلة. وفي تصريح له على قنوات فرنسية قال: بلد مثل الجزائر لا ينتج شيئا، ثم تابع متشردة تحت قناطر باريس ليس له ديون، وريتشارد ملياردير لها ديون، أيهما أفضل؟ وأضاف: حجم الديون لا يعني شيئا بالمقارنة مدافع الاقتراض، إن كان الفرد فقيرا أو ليس له ديون، وإن كان الفرد طموحا وغنيا وعليه مشاريع وديون فهو غني رغم الديون. جدير بالذكر أن الوزير الأول للجزائر سابقا له آراء جريئة ضد سياسة الجزائر على جميع الأصعدة، وسبق لها أن وجه انتقادات كبيرة له في الكثير من المناسبات. شكل إيجاد خليفة لإبراهيم رخيص الأمين العام لجبهة الصنادلية الانفصالية بعد الضربات المتتالية التي قامت بها المملكة المغربية اليوم صداعا حقيقيا للجيش الجزائري وفي رأس شنقريح، وهو الذي يبلغ من العمر 77 سنة، أقصد إبراهيم رخيص، كما أنه يعاني من مضاعفات صحية بعد دخوله المستشفى لفترة طويلة منذ العام 2021 بسبب فيروس كورونا. ولإيجاد خليفة لها قامت مديرية التوثيق والأمن الخارجي في الجزائر العاصمة بسحب أرنب من قبعتها في شخص الحبيب محمد عبد العزيز نجل الزعيم التاريخي لصندلستان، والذي توفي في ماي 2016 بعد 40 عاما من الحكم بين قوسين. وتحدثت الأسبوعية الفرنسية جون أفريكا عن ما اعتبرته الصعود الصاروخية للحبيب محمد عبد العزيز وترقيته المزدوجة منذ مؤتمر البوليساريو السابق. وفقا لجون أفريكا يمكن أن تكون هذه العروض الترويجية أساسا لمرحلة ما بعد إبراهيم رخيص الانتقالية بعد الضربات القاسية التي تلقتها من المملكة المغربية. وأفادت الصحيفة ذاتها أنه في غضون شهرين استفاد نجل محمد عبد العزيز البالغ من العمر 33 عاما فقط من ترقيتين رئيسيتين، وتم انتخابه أولا من بين 27 عضوا في الأمانة الوطنية بالحصول على أكبر عدد من الأصوات. وفي وقت لاحق انضم إلى لجنة الدفاع والأمن الاستراتيجي في المكتبة الدائمة لجبهة الصنادلية، وهما ترشيحان لتحضيره السريع لرئاسة البوليساريو خلفا لإبراهيم رخيص. وفي سياق متصل ذكر موقع ماغريب انتليجنس أنه منذ نهاية المؤتمر 16 السابق اندلعت حرب عصابات في صفوف الصنادلية بين عدة عشائر قوية، لكنها أيضا بين المديرين التنفيذيين التاريخيين والذئاب الشابة ذات الأسنان الحادة. ويبقى الحبيب محمد عبد العزيز الرئيس السابق لما يسمى بالاتحاد الوطني لطلب الصحراويين، يبقى المرشح الأبرز لخلافة إبراهيم رخيص على رأس الجبهة الوهمية. بعد أن عاش كل حياته تقريبا في الجزائر، فهو حفيد رئيس بلدية تندوف السابق، والذي كان سيورثه الجنسية الجزائرية. قال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود القيادي السابق في جبهة البوليساريو الانفصالي
إن المغرب في موقف قوة ولا يحتاج إلى أي عمل عسكري بري في الصحراء. جاء ذلك ردا على الأنباء المتداولة من طرف وسائل إعلام جزائرية وأخرى تابعة للصنادلية حول مواجهة عسكرية بين الجيش المغربي والانفصاليين في الصحراء. وقال القيادي السابق في الجبهة الوهمية في منشور على حسابي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أثبت المغرب طيلة العقود الفائتة أنه أكثر ذكاء وحكمة من الجزائر في إدارته لنزاع الصحراء، ولن يعطي للجزائر في الوقت بدل الضائع فرصة للعودة في المباراة من جديد، في إشارة منها إلى أن قضية الصحراء المغربية قد حسمت بصفة نهائية. وأضاف ويلد سيدي مولودة: المغرب في موقف قوة ولا يحتاج إلى أي عمل عسكري بري في جنوب الصحراء كما يروج له بعض البواقع منذ أمس. وتبع القول أن عمل عسكري من شأنه تغيير الوضع الميداني على الأرض يقوم به المغرب بعد عملية القرقرات سيقابله تدخل عسكري جزائري مباشر في مناطق شمال الصحراء تحت عنوان حماية الأمن القومي الجزائري. وزاد القيادي السابق في البوليساريو مصطفى سلمى ولد سيدي مولودة: لأن الجزائر لن تقبل أن تصير البوليساريو مشكلة داخلية، واعتبر أن ما يروج لها مرتبط بشهر أكتوبر الذي عادة ما تسلط فيه الأضواء على نزاع الصحراء ومحاولة من خصوم المغرب لإثبات أنه يوجد توتر في المنطقة بعدما عجز عن ذلك ميدانيا. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجزائريين صورا قيل أنها تظهر بدء الجيش الجزائري نصب صواريخ في جنوب غرب البلاد، فيما يوحي بأنه رد على هذه الخطوة. ولم تتوانى نفس الصفحات الجزائرية بأن تقول أن للجزائر صواريخ يصل مداها إلى مدينة الدار البيضاء والرباط. في سياق التوتر البارز بين الرباط وباريس، طرأ تغير سياسي على العلاقات الفرنسية المغربية نحو الجانب الاقتصادي، حيث تواصل استبعاد الشركات الفرنسية من مشاريع القطاع العام في المملكة المغربية. وفي هذا الصدد كشف موقع أفريكا انتليجنس أن شركة الهندسة الفرنسية المعروفة ستيك انترناسيونال تم استبعادها من مشروع تطوير مطار محمد الخامس الدولية وبصفة نهائية. وتواصل الفتور في العلاقات المغربية الفرنسية، حيث تجلى ذلك فيما يتعلق بمنحة الزلزال الأخير في إقليم الحوزة، حيث رفضت المملكة المغربية المساعدات الفرنسية، في حين قبلت المملكة المغربية مساعدات من كل من الإمارات قطر وبريطانيا وإسبانيا. إخواني، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة غد إن شاء الله.